المصلحة الوطنية في العراق، أي أمل لغصن الزيتون؟ على ضفاف دجلة، أهالي الموظفين المخطوفين ينتظرون عودة أبنائهم جثثا طافية. ومن يحرق دور السينما والمسرح في العراق؟ وهل أصبح الفن شيطانا رجيما؟ 7 أيام مع علي عبد الأمير في البرنامج التالي عبر قناة الحرة. السلطة الفلسطينية في ظل المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحماس، أي مصير؟ وثيقة الأسرى بعد اتفاق الفصائل المبدئ عليها، أي فرصة للنجاح؟ التحذير الإسرائيلي لسوريا على خلفية فلسطينية، أي احتمالات للمواجهة؟ والمرأة الكويتية تنتخب الرجل، هل كانت فعلاً الرابح الأكبر رغم الخسارة؟ أحد الأسئلة مع نديم قطيش هذا المساء في 10 بتوقيت بغداد. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، هذا علي عبد الأمير عجامي يحييكم ويدعوكم إلى حلقة جديدة من برنامج 7 أيام. الطريق الصعب الذي اختطه رئيس الوزراء نور المالكي للمصالحة الوطنية واجه صعوبات جدية مع ارتفاع حدة العنف اليومي والخطوط الحمراء التي تضعها الكتل والتيارات السياسية العراقية. ورغم هذه الأجواء يبدو أن حوارا غير مباشر حصل مع 7 مجموعات مسلحة في العراق حتى الآن في إطار مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلنه المالكي الأحد الماضي. تيار قوي في الائتلاف العراقي الموحد يشدد على ضرورة أن يستثنى من الحوار والمصالحة من تورطوا بدماء العراقيين. وفي اتجاه مختلف انتقدوا سياسيون وضع خطوط حمراء على مشاركة الجماعات المسلحة، معتبرين ذلك وأدا للمشروع كله. من جانبه يحاول نور المالكي أن يشدد ويخفف من شروطه للحوار مع الجماعات المسلحة تبعا لضغوط الكتل السياسية، ولكنه في حديث مع صحفيين أجانب أوضح أن العفو لا يشمل الذين قتلوا العراقيين أو قتلوا جنودا من القوات متعددة الجنسية. السؤال الآن، مع من ستكون المصالحة إذن؟ نطلق مبادرة المصالحة والحوار الوطني التي تقوم على ركنين. إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال إرهابية، ومنع انتهاك حقوق الإنسان، والعمل على إصلاح السجون، ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب، فضلا عن إعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث، كانت من بين المبادئ التي نص عليها مشروع المصالحة والحوار الوطني الذي أطلقه رئيس الوزراء نور المالكي ضمن النقاط 24 التي عرضها أمام مجلس النواب اليوم، بانتظار منح هذا المشروع الثقة والدعم في جلسات قادمة لضمان تطبيقه بفاعلية. أذكركم أيها السيدات والسادة بالاتفاق على البرنامج السياسي الذي أعدته القوائم المشتركة في المجلس، الذي أكد في واحد من بنوده على ضرورة توسيع الحوار الوطني ليشمل جميع شرائح الشعب على قاعدة المصالحة والمصارحة. ونحن التزاما منا بهذا الاتفاق أقدمنا على صياغة المبدأ في مشروع يحتوي على آليات ومبادئ تلتزم الثوابت السياسية والدستورية ووثائق التوافق ولا تتعداها أو تتجاوزها. مشروع المصالحة الذي يحمل غصن الزيتون لمن يريد الدخول في العملية السياسية بحسب وصف المالكي لاقى دعما من جميع الكتل النيابية، في مقدمتها السنية كالتوافق وجبهة الحوار. باسم جبهة التوافق العراقية أساند وأؤيد هذه المبادرة، وأدعو جميع أبناء الشعب العراقي للوقوف وراء هذه المبادرة واستنادها، لأنها ستكون الخطوة الأولى بعون الله تعالى لتحقيق الأمن والاستقرار، ثم البدء ببناء العراق الجديد.
ممثل كتلة الائتلاف العراقي الموحد أكد أن دعم مشروع المصالحة والحوار الوطني بمثابة تسديد ضربة جديدة للإرهاب وتقدما في تاريخ العراق السياسي. كل الطوائف ومن كل القوميات آن لها أن تجد عبر مبادرة السيد رئيس الوزراء قوة من الأمل من أن عهد الجريمة وعهد الإرهاب قد بدأ يطوي صفحاته وقد بدأنا نرقب العراق الموحد، العراق المتحد، العراق الذي ينتمي إليه كل أبنائه. أما الكتلة الكردية فقد دعمت المشروع مع فتح باب تسجيل الملاحظات لإغناء خطة المالكي ومساعيه الأمنية. القائمة العراقية وعلى لسان ممثلها أياد جمال الدين كان لها موقف وصف بالجريء أمام مجلس النواب والمالكي بالمطالبة بفتح باب الحوار أمام الجميع بهدنة شاملة لا يستثنى منها البعثي لبعثيته والعسكري كونه عمل في أجهزة أمن النظام المنحل لضمان تطويق أزمة الأمن والسياسة على حد سواء. لا يمكن أن نكون كالنعامة نضع رؤوسنا في الرمال. هنالك مشكلة حقيقية اسمها حزب البعث، علينا أن نتحلى بالقوة. الحكم لنا، البرلمان لنا، وأنا مطمئن لو أننا سمحنا لحزب البعث بخوض الانتخابات لا يمكن أن يفوز بأكثر من 30 إلى 50 مقعد، وهذا لا يغير في المعادلة السياسية شيء أبدا. علينا أن نكون أكثر صدقا وشفافية مع أنفسنا وأن نعالج قانون اجتثاث البعث. إذا أردنا السلم المجتمعي والأمن لأطفالنا وأولادنا، وعلينا إعادة النظر بالأجهزة الأمنية التي حلت وأفرادها هم من أبناء الشعب العراقي. برنامج المصالحة والحوار الوطني يبدو أنه أثار حساسية بعض أعضاء الكتل النيابية فيما يتعلق بالاعتراف بالمقاومة والجلوس مع البعثيين على طاولة واحدة، إلا أنه حظي بإجماع ولو كان مبدئيا بانتظار مناقشته مناقشة مستفيضة في جلسات قادمة. الساعة الوثائقية تقدم أسرار الجنسين. ما هو انتماء عقلك الجنسي؟ ماذا تفعل في وحدتك عندما تعتقد أن لا أحد يراك؟ تعرف كيف يمكن تعرية الحقائق. أسرار الجنسين الجزء الأول في الساعة الوثائقية في البرنامج التالي. السلطة الفلسطينية في ظل المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحماس، أي مصير؟ وثيقة الأسرى بعد اتفاق الفصائل المبدأ عليها، أي فرصة للنجاح؟ التحذير الإسرائيلي لسوريا على خلفية فلسطينية، أي احتمالات للمواجهة؟ والمرأة الكويتية تنتخب الرجل، هل كانت فعلاً الرابح الأكبر رغم الخسارة؟ أحد الأسئلة مع نديم قطيش هذا المساء في العاشرة بتوقيت بغداد. نستعير هنا بعض السطور من مقال لصحيفة المدى البغدادية، وهو جاء أي المقال تعليقا على تقرير عرضناه في الحرة الأسبوع الماضي عن ضحايا الاختطاف من الموظفين في منطقة التاجي. المقال يعرض إلى فكرة انتظار أن يعود الموتى أحياء على ضفاف الأنهار، وهي فكرة سحيقة القدم ارتبطت بعاشقات ينتظرن عودة الفرسان، وارتبطت أيضا بفكرة إرسال النذور والشموع في توسل للآلهة بأن تعيد إلى الأهالي المنتظرين، تعيد إليهم من اختطفهم الشياطين والمردة والعتاة. ولكن في كل حقبة كانت النسوة أو الشبان ينتظرون أحبتهم أن يعودوا أحياء من موتهم. العراقيون، والقول هنا لمقال صحيفة المدى، حطموا هذه الأسطورة ونقلوها من بطون الكتب المقدسة والمتون التاريخية إلى أرض الواقع.
فقد تجمع عدد من أهالي ضحايا منشأة النصر وهم ينتظرون جثث ذويهم ليلتقطوها من نهر دجلة، رجال ونساء وأطفال لا ينتظروا على ضفة النهر عودة ذويهم أحياء، إنهم يأملون أن يجود النهر بجثث ضحاياهم وحسب. أي بلاد تصنع الحزن على هذا النحو؟ أي مأساة أكبر من أن تنتظر أمة وزوج وأب وهم يتوسلون أمواج نهر دجلة أن تقذف لهم بجثث أحبتهم. أيام مضت وما زالت عوائل موظفي منشأة نصر الواقعة في منطقة التاجي الذين اختطفتهم جماعات مسلحة بانتظار مصير أبنائها. نهر دجلة وعند مروره بمنطقة الكاظمية أصبح يلفظ جثث المخطوفين على شواطئه صباح مساء. صور المفقودين معلقة على الجدران وأكفان ملقاة على الأرض. شهود عيان أكدوا أنهم انتشلوا ما يزيد على 20 جثة من موظفي المنشأة بعد التعرف عليها من قبل ذوي الضحايا، فيما ينتظر آخرون مصير أبنائهم المجهول. 4 أيام صارنا ننتظر أن أنا على الجروف. إيه. لما لاحظت جثث إجتي. هو جثث إجتي. من هالناحية هاي. من هالمنطقة. زين. كم جثة أنت بعينك شفت؟ اليوم 4 شفناهم صبح. زين البارحة 20. وأخوي هم كتلوا. أخوي وخالتي. عدد من العوائل أقامت مجالس العزاء وكانت كلماتهم محملة بالألم والعتاب، وهي تنظر إلى موقف الحكومة بأنه لم يرتقي إلى مستوى المسؤولية في تأمين الحماية لموظفيها أو بتعقب الجهات المسؤولة عن الحادثة. جنديين أمريكيان انخطفوا منطقة الوسفية، انقلبت الأمة، بينما موظفين 100 موظف، أكثر من 100 موظف، ها ما حد عار لهم أي أهمية، ما داروا لهم بال لا بالإعلام ولا بالدولة ولا أي واحد. يعني هذا الجيش 41,000 مقاتل عندنا، ما تقدر تطوق منطقة وتطلعها؟ يعني حرامات هاي، يعني والله جريمة. بس احنا نحتب على الحكومة اللي انتخبناها. آخرون لم يملكوا سلاحا سوى الانتظار في بيوتهم، وأبدوا استغرابهم لما ذكرته بعض الصحف العربية من أن الضحايا يعملون في قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي. أخويا موظف بمنشأة نصر العامة الصناعات الميكانيكية من تاريخ 25/7 تاريخ تعيينه 1994، موظف صيانة معمل المسبك الثقيل. شنو طبيعة شغله وعمله؟ هم يعني طلبيات تجيهم من معامل الاسمنت، يسمون كرات يصبون المعامل الاسمنت مال بالعراق بالجنوب والشمال. بس الولاد يطلعون يقول لهم اطلع اروح لمدينه الطيب ادور ابني اعرفه، بالكاظم اعرفه، ما يخلون. وقعد شوفني وليدي ثوب شاكته وظل بضم، يا حالي اريد وليدي منكم من الله ومنكم، اريد وليدي من الله ومنكم. فتاوى دينية تبيح هدر دم العراقيين، وحكومة تبحث عمن يوفر لها الدعم، والمواطن أسير بين ضعف الأجهزة الأمنية ودائرة العنف التي أضحت واقعاً مفروضاً عليه يصعب التخلص منه. ولمراجعة أحداث الأسبوع بالتحليل والتعليق انضم إلينا من بغداد السيد رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا. سيد رائد أهلاً بك في برنامج 7 أيام. وأسألك يعني في تواتر الحديث عن المصالحة الوطنية، تواتر حديث آخر عن الاختطاف وقطع الرؤوس والجثث الطافية في النهر، أسألك مسؤولا وقبل ذلك مفكرا وإنسانا، إلى أين يمضي العراقيون؟ طبعا الأحداث اللي تفضلت بيها وتقريركم تناولها بالغة في ترويعها ومأساتها، والآن يتساءل كيف يمكن أن يصل البشاعة إلى حد قتل
عناصر وأشخاص بريئين لا ربما لا جرم لهم سوى ربما ينتمون إلى طائفة ما أو إلى هوية ما. والأخطر من ذلك أن هذا الحدث للأسف ليس معزولا، بمعنى هناك أحداث مشابهة تتكرر وتنال أقسام من مجتمعنا ينتمون لهم انتماءات مختلفة. وأنا حتى في وزارة العلوم والتكنولوجيا هناك حدث مشابه أقل عددا ولكن لا يقل بشاعة في طبيعته، نال عددا من موظفينا وأيضا اختطفوا في نفس في المنطقة ذاتها في التي اختطف في المنطقة فيها ذاتها اختطف موظفون تابعون إلى إلى مجالس البحث العلمي التابعة لوزارتكم على ما أعتقد. موظفين مع الأسف موظفين يقومون بمهمة بسيطة في نقل أثاث كانوا يشرفون عليها، وأيضا خطفوا سرقة المواد ولقينا جثث بعضهم في اليوم التالي، وللأسف لحد الآن بعضهم لا يزال مفقودا. الآن الخطورة تكمن في أن هذا المسلسل بشع ويتكرر، فإذا السؤال الأخطر من ذلك لماذا يحدث ذلك، وأين ما هي أهدافه، وأين أين نحن ذاهبون الآن؟ لابد من القرار بأن العراق الآن مع التغييرات اللي شهدها وانهيار الدولة العراقية والجهد المبذول الآن من أجل إعادة بناء هذه الدولة ومؤسساتها على أساس وطني ديمقراطي جامع، لكن أيضا فتحت التطورات للأسف خلال السنتين الأخيرة باب الاستقطابات الطائفية والأثنية والتي تحاول أن تدفع البلاد نحو تمركزات ونحو تقسيمات تتناقض مع الهدف المشترك. الآن الحكومة العراقية والدولة العراقية من خلال المصالحة الوطنية ومن خلال منظومة من الإجراءات الحقيقة ليس فقط المصالحة وإنما منظومة من التوجهات والإجراءات تشمل ميادين عديدة تحاول أن تخلق الأجواء لأجل إيجاد حلول وتسويات سياسية مجتمعية لهذه الإشكالية تقودنا إلى بر الأمان ونخرج من هذه الأزمة. هل هذا ممكن؟ أنا أعتقد إحنا نطرح السؤال، هل العراقيون الآن باتوا عاجزين أن يتعايشوا كما تعايشوا على مدى قرون عديدة مع بعض؟ إذا كان العراقيون الآن غير قابلين أن يقبل أحدهم الآخر فهذا بحث آخر، معناته نحن ماضون إلى دولة الطوائف ولا دولة الاستقطابات. أم نقول، وهذا المنحى الآخر واللي ربما أنا أميل إليه، نعم نحن نعيش فترة معينة تصاعدت فيها المشاعر وربما المشاعر الثأر والأحقاد الناجمة عن سنوات عديدة من دكتاتورية إرهابية دموية مارست سياسة التمييز الأثني والطائفي ونعيش ردود أفعالها يعني بها. ولنأمل أنا أقول أن نحن نعيش في مرحلة خطرة، المواقف والمشاعر محتدمة وهناك سلوكيات ذات طابع تأخذ هذا الطابع العنيف، ولكن أنا لا أعتقد أن القيم الأصيلة الراسخة في المجتمع العراقي تغيرت بحيث انتفت إمكانية التعايش. فأملي أن مجموعة الإجراءات وخلق الأجواء والجهد الحثيث والمثابر والرغبة الصادقة في أن نجد أرضية لإيجاد تسوية لهذه المشاكل وقواعد وأطر للعيش المشترك ممكن أن تفضي إلى درب الأمان. ولكن أقول ملاحظة أخيرة خاصة فيما يتعلق بالمصالحة، نعم أن هذه المصالحة وشروطها قد يختلف البعض وله تصورات في هذه الفقرة أو تلك، وهذا أمر طبيعي لأنه المصالحة المشروع جاء نتيجة جهود متنوعة وأطراف عديدة، وأكيد أي طرف لا يجد ما يريده بالكامل، ولكن جسمه الأساسي أنا أعتقد يشكل أرضية صالحة لأن يبنى عليه حوار وطني واسع، ومن لا يتفق مع حول هذا الجانب أو ذاك عليه على الأقل خلينا يستند إلى ما هو مشترك، وبالاستناد إلى ما هو مشترك نحاول أن نجد حلول إلى ما هو مختلف عليه وليس الانطلاق مما هو على مختلف عليه للتعامل مع المبادرة ككل. معالي وزير العلوم والتكنولوجيا سيد رائد فهمي، فاصل قصير وسنعود إليك لمواصلة الحوار.
الساعة الوثائقية تقدم أسرار الجنسين. ما هو انتماء عقلك الجنسي؟ ماذا تفعل في وحدتك عندما تعتقد أن لا أحد يراك؟ تعرف كيف يمكن تعرية الحقائق. أسرار الجنسين الجزء الأول في الساعة الوثائقية في البرنامج التالي. النساء أكثر عرضة من الرجال لعمليات زرع الركبة، تقنيات جديدة في هذا الميدان. التفاصيل في أخبار الحرة هذا المساء. إهمال الأسنان بيؤدي لمخاطر صحية. مدخنين عرضة للفقد الأسنان 4 أضعاف للغير مدخنين. تناول المسكنات سيف ذو حدين. في بعض التفاعل الأسبرين مع بعض الفيروسات بتسبب التهاب كبد عنيف جدا. بالإضافة لأخبار طبية منوعة. الاختراع اللي رح خبر عنه رح يشكل ثورة، هو كوكتيل طبي. وبانتظاركم تبضع صحي. أحلى مع هيام الخميس في 6:16 بتوقيت بغداد. قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاعتصام في الجامعات والهيئات العلمية والدوائر التابعة لها كافة على خلفية مداهمة مسلحين مجهولين مساء الاثنين الماضي إحدى بنايات الأقسام الداخلية التابعة للجامعة التكنولوجية واعتقال 10 من الطلبة واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العجيلي اتصل بوزيري الداخلية والدفاع طالبا تدخلهما في الموضوع وتعزيز الإجراءات الأمنية حول الكليات والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية والأقسام الداخلية. العجيلي ناشد أيضا المرجعيات الدينية والأحزاب والتيارات السياسية في أن تؤدي دورها الواجب والمطلوب في وضع حد للعمليات التي تطال النخب العلمية والأكاديمية العراقية. سلسلة عمليات اختطاف جماعية أخذت تتكرر في الآونة الأخيرة، وقد أثار اختطاف جماعات مسلحة نحو 15 طالباً في الجامعة التكنولوجية مساء الاثنين الرعب بين صفوف الطلبة، حيث قامت جماعة مجهولة باختطاف الطلبة من المجمع السكني التابع للجامعة المذكورة بحي الوحدة على مرأى ومسمع المواطنين في المنطقة. وزير التعليم العالي عبد الدياب العجلي طالب الخاطفين بإطلاق سراح الطلبة، مناشداً رجال الدين بإصدار فتاوى واضحة لا لبس فيها تتخذ من خلالها موقفاً بيناً من هذه العمليات. على المرجعيات الدينية وهيئة علماء المسلمين وكل الطوائف السياسية بشتى أنواعها أن يحاولوا جهد الإمكان يصدروا بيانات شجب لهذه الأعمال التي بالحقيقة تنافي مبادئ الإسلام وتنافي القيم العربية الأصيلة. التغير الواضح بمسار وعمل الجماعات المسلحة في بغداد عبر النزول في الشوارع إلى أحياء عديدة منها وتنفيذ عمليات الاختطاف خلال الأيام القليلة الماضية، عدها المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات بأنها لا تعني بالمرة تنامي حجم وقدرات المسلحين. هذه العمليات هي ضد العراقيين أولا وضد هذا البلد، ونحن نستهدف من يقوم بهذا. إن ذلك لن يحدث من ليلة إلى ضحاها. نحن تكلمنا بوضوح عن خطة أمن بغداد والجنرال ثورمان داخل في تفاصيلها. نحن لا نرى يعني ارتفاعا، فعلا إننا نرى انخفاضا بسيطا، وإن الحكومة العراقية هي لديها القيادة في هذا الموضوع. تغير نوعي واضح طرأ على مجمل العمليات التي تنفذها المجامع المسلحة، وطبقا للإحصائيات الرسمية فإن 70% منها تستهدف المدنيين، ما يؤشر ضعفا واضحا بقدرات المسلحين على مهاجمة الأهداف العسكرية والوصول إليها. سيد وزير
العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي، أسألك، صحيح تبدو مسؤوليتك محصورة في تقديم حلول آنية وتصورات مستقبلية عن قضايا العلوم والتكنولوجيا في العراق، ولكن أسألك أيضا، هل ثم جواب عن أسئلة من نوع لماذا ومن يقتل الطبيب والمهندس والأكاديمي العراقي؟ الحقيقة هذه الأسئلة هي مثار اهتمام الجميع. نعم. وهناك إجابات محتملة وتصورات وتكهنات، لكن يعني لا أزعم أني أعرف بالضبط من هي الجهة السوداء التي تقف وراء هذه الأعمال الإجرامية الشائنة، ولا أبعاد مخططها كمعرفة كشيء مثبت، وإنما يمكن التكهن بجهات قد تجد في مصلحتها إدامة أولاً اللا استقرار في البلد، وثانياً أيضاً إضعاف قدرات البلد في استنهاضه. وكما تعلم أنه من يستهدف الآن من علماء، من أخصائيين، من أطباء وكفاءات أخرى، هم الرأسمال البشري للبلد، وهم العماد والركيزة التي يمكن أن يبنى عليها سواء عملية إعادة الأعمار أو تطور وتنمية البلد اللاحقة. فإذا هل هناك جهة تريد أن البلد، أن العراق لا ينهض؟ هل هناك دول تريد العراق لا ينهض؟ هل هناك قوى داخلية تريد العراق لا ينهض؟ طبعا هناك بعض القوى التي لا تجد في العراق القادم مصلحة لها، وهي القوى ربما مرتبطة بالوضع السابق، هي مرتبطة بوضع استبدادي، هي تريد أن وجدت مصالحها وامتيازاتها زالت وربما لن تعود للأبد، فتأخذ بمنطق علي وعلى أعدائي، ولا تريد العراق هذا أن يجد سبيلا للنهوض. فهذه قد نفهم منها. هل تجد هذه القوى إسنادا من قوى خارجية؟ يعني العراق أعتقد لا يخفي على أحد أن العراق ساحة مهمة ولها أبعاد استراتيجية، وللأسف هي أصبحت ساحة لمواجهات تتعدى الشأن العراقي.